الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا في كتاب النكاح. احنا انتهينا في المقام عند البكر، اعتقد وقفنا عندها. روى المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثني عثمان ابن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة من الثقات الأثبات، رواه الجماعة، أخو أبو بكر بن أبي شيبة عليه السلام وبركاته، مساكم الله بكل خير. حدثنا هشام بن بشير من الثقات الأثبات، من خيرة أهل الشام، لكنه يدلس تدليس التسوية. وإسماعيل بن إبراهيم نقص من الأزدي، ومن الثقات الأثبات أيضا. قال إسماعيل بن علي الفذ، لكن كان يقول: لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي. عن خالد، وخالد هنا خالد الحزاء أبو المنهال أو المنازل، خالد الحزاء من ثقات الأثبات، قال: عن أبي قلابة. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وهو من ثقات الأثبات. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال: إذا تزوج البكرة، تزوج الرجل، إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا. إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا. إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا. آمين. رضي الله عنك يا شيخ داود، رفع الله مقامك مقام أهل السنة في العراق. قال: ولو قلت إذا رفعه لصدقت. عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى مسألة كلام كلام أنس في قول السنة كذلك، من السنة كذلك، هل من السنة يكون حكمها الرفع أم لا يكون حكمها الرفع؟ في خلاف العلماء. بعض العلماء يقول بأنها لا تكون، يعني لا تأخذ حكم الرفع، والصحيح الراجح أنها تأخذ حكم الرفع، لأن السنة هذه من الذي يسنها؟ أبو بكر، عمر، عثمان، من قالوا ذلك؟ وكلام خطأ بين. الذي يسن السنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا قوله من السنة كذا، فهذه حكمها حكم الرفع على قول جماهير المحققين من المحدثين، يقولون من السنة كذا ومن السنة كذا، فيكون هذا بمعنى إقامة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وتزوج سيبا أقام عندها ثلاثا. سيأتي هذه المسألة لنا سيأتي. فبعض العلماء أيضا يفرقون بين قوله من السنة وبين قوله قال رسول الله. نعم، قال رسول الله فهذا بالتحقيق ولا خلاف فيها بحال من الأحوال، أو قال ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن أن يقول من السنة تكون أقل رتبة، ولكنها أيضا على الرفع. رضي الله عنك يا أستاذ، ولكن قل لي من أنت؟ أندي العالمين، من أنت؟ نصر الله بك الملة، وأحسن الله عليك، ووسع عليك أمرك. اللهم أمين رب العالمين، رب يرضى عنك حبيبي، أحسن الله عليك، ووسع الله عليك أمرك، شكر الله لك. لا، لم ننهي هذا الباب يا طلبة الحق، هذا آخر حديث في الباب. المسألة الثانية هو قوله بأنه إذا تزوج البكر يعني على الثيب أقام عندها سبعا، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. هنا بعض العلماء يقولون بأن في قوله إذا تزوج البكر، يعني إذا قلنا بالإقامة سبعة عندها أو ثلاثة الثيب على البكر، قال علماء هنا هذه المسألة واقفة على أن يكون متزوجا يعني غيرها، يعني يكون تزوج بكرا على الثيب، يعني عنده امرأة عنده الثيب وتزوج عليها بكرا، عندها السيب عندها السيب وتزوج عليها بكرا، فيكون هنا الزواج بالبكر يقيم عندها سبعا ما دامت السيب عنده أو تحته السيب. وبعضهم قال المسألة على الإطلاق لو تزوج بكرا فيقيم عندها سبعا، ويقيم عندها كل الوقت، لكن يقصد أنه الرجل ما يريد أن يقيم في البيت في بعض الأوقات، فنقول له استئناسا يكون الإقامة عند البكر سبعا. والحق أن نقول غالب الحال أنه ستزوج بكرا على ثيب أو تزوج الثيب على البكر، فيكون هنا الكلام
في هذا الباب أن البكر تؤثر بسبع. لما؟ لأنها طبعا تحتاج إيش؟ تحتاج إلى إناث. رب يرضى عنك حبيبي ورفع الله مقامك، تحتاج إلى إناث، تحتاج إلى ملاطفة، تحتاج إلى حسن تعامل معها، من أجل أنها إذا يعني إذا تزوجها الرجل وكانت بكرا شدة الحياة وعدم مخالطة الرجال وعدم معرفة كيفية التعامل مع الرجل، يعني تحتاج إلى وقت من أجل أن تتجرأ على التعامل معه. قلنا قبل ذلك بأن ابنة سعيد بن المسيب أول ما أدخلها أبوها على زوجها وأغلق الباب سقطت أغمي عليها، حتى جاءت أمها وقالت لا أم لك، لا أم لك، لا تقربها، لا أم لك حتى أهيئها لك. فلما جربت الرجل وعلمت كيف التعامل مع الرجل، كان إذا خرج تقول له إلى أين، تنكر عليه، إلى أجل، إلى أين تذهب، يقول أذهب إلى درس السعيد، فتقول له اجلس، اجلس وأعلمك علم سعيد. يا لها من معلمة، الدنيا كلها تترك من أجل تعليم الزوجة لزوجها دون علم سعيد. لا، هي بتقول بكل قوة وطلاقة اجلس وأعلمك علم، اجلس وأعلمك علم سعيد. يا لها من امرأة حظي بها هذا الرجل، فذ. نسأل الله أن يحيي لنا يعني سعيد بن المسيب مرة ثانية، يعني في هذا الزمان نجد مثل من يقرأ هذا ويعقل هذا يعني يستطيع أن يحسن إلى الناس به. الغرض المقصود هنا يعني كانت ما جربت الرجال فسقطت، فلما جربت زوجها قالت له اجلس وأعلمك علم سعيد. فلذلك البكر تحتاج إلى من يزيل دهشتها، يزيل حياءها، يزيل يعني الوحشة التي بها، وهي خرجت من بيت أبيها وبيت إخوتها وذهبت إلى رجل، يعني المسألة تحتاج إلى فطنة في التعامل، لذلك أعطاها وقتا أكثر. رضي الله عنك يا راجي، أحسن الله عليك وصلى الله عليك أمر. تحتاج إلى وقت أكثر، فتكون لها السبع، والسيب يكون لها ثلاثة لأنها قد جربت، يعني ما تحتاج لوقت كثير لإزالة الحياء الذي في المرأة، جميع النساء فيهن هذا الحياء، لكن التي جربت يعني حياءها لا يكون كحياء المرأة التي في خدرها. نعم. وهذا حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء عنده زوجة أو ليست عنده زوجة، وإن كان الغالب يكون على من عنده زوجة. والنووي قال يستحب إن يكون عنده زوجة أن يبقى معها سبعة، وإن كان عنده زوجة يجب عليه أن يبقى سبعة، على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذه هي السنة. قلنا الملطفة والمؤنسة تكون للبكر أكثر منها للسيد. وفي هذا الباب بأنه إن جلس عند البكر سبعا لا يسبع للأخريات سبعا، وفي آخر اليوم، اليوم السابع، ماذا يفعل إذا كان في آخر يوم السابع؟ فإنه بعد ذلك إذا سبع في اليوم السابع فإنه لحق البكر، فإنه بعد ذلك يدور على جميع نسائه إن كنا سيبات أو يوم ليلة 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 على التقسيم، يدور ابتداء وانتهاء، وإن كانت سيبا بعد الليلة الثالثة يبدأ يدور، لكن لو سبع مع السيب واجب عليه أن يسبع للأخريات، لأن السيد ما حقها إلا ثلاثة، فإن سبع لها يسبع للأخريات، يعاملهن بمعاملتها، أو يثلث ويدور كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفصيل الأخير الذي أراده المصنف في هذا الباب على، وهذا طبعا حديث فيه حجة قوية على الكوفيين، لأن الكوفيين يقولون البكر والثيب سواء، البكر والثيب سواء. وما معنى ذلك؟ البكر مع الثيب سواء بسواء، والمعنى البكر ثلاثا الثيب ثلاثا، البكر سبعا الثيب سبعا. وهذا خطأ بل ورد عن المسلم تصريحا بالتفريق بين الثيب وبين البكر. نعم. وهذا حديث أخرجه عائشة، أخرجه عن عائشة الدرقطني بسند فيه بعض الضعف، والمنذري قال بحديث أنس بن مالك، أخرجه الإمام مسلم والإمام البخاري متفق عليه، وأيضا الترمذي. الفوائد المستنبطة من السنة عند النكاح إزالة الوحشة عن الزوجة، حسن العشرة، الفائدة الثانية حسن العشرة بحسن الاستئناث، حسن العشرة بحسن الإناث، اختلاف الأحوال
يؤدي إلى اختلاف الأحكام. الفائدة الثالثة: اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف الأحكام. اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف الأحكام. ما معنى ذلك؟ السيب تختلف عن البكر في الحال، فاختلفت الأحكام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي.